تصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غلاف مجلة تايم الأمريكية بوصفها امرأة العام. مستشارة العالم الحر كما وصفتها الأسبوعية الأمريكية المرموقة تصدت لعدة مواضيع شائكة أبرزها الديون اليونانية وتدفق اللاجئين. قادت أوروبا خلال أزمات ديون متعاقبة، تقول نائبة مدير تحرير تايم. أبرزها هذا العام كان توجيه السياسة الأوروبية بشأن اللاجئين والمهاجرين الآتين من سوريا والأماكن المضطربة في العالم. 10 سنوات مرت وميركل على رأس أكبر اقتصاد أوروبي، تسميتها كامرأة للعام أسعدت ناخبيها في ألمانيا. يقول مواطن من لايبزيغ: إنها رائعة، صوت لها. لقد أحسنت شق طريقها في عالم مليء بالرجال، واستطاعت الدفاع عن مصالحها السياسية في جميع أرجاء العالم. بالانتقال إلى أثينا، فإن لقب امرأة العام سيأخذ معنى مغايرا، فالدور الذي لعبته سيدة ألمانيا في أزمة الديون اليونانية لم ينظر له بعين الرضا من قبل الشعب. قد تكون امرأة العام بالنسبة لأوروبا والعالم في العموم، لكن بالنسبة لليونان كانت كارثة هذا العام والأعوام الماضية. لا أظن أنها شخص مبجل عندنا. الشخصية الثانية بحسب تصنيف مجلة تايم لهذا العام هو أبو بكر البغدادي، زعيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.